السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يوميات مبتعث. خصصنا هذه الحلقات للحديث عن الطلاب المبتعثين في كندا لننقل لكم خبراتهم وتجاربهم. في هذه الحلقة سنناقش مع ضيوفنا في هذا الاستوديو عن المعيشة في كندا، ويشمل السكن مع العائلات الكندية والسكن الخاص، المواصلات وطرق التنقل، غلاء المعيشة والتوقيت. كل هذا وأكثر سنناقشه، ولكن بعد هذا التقرير فكونوا معنا. الشعب الكندي من الشعوب المتقبلة جدا لغيرها من الثقافات والديانات، لكنه أيضا مجتمع يحب الاطلاع، وهذا ما جعل عددا منهم يتصل بالمساجد والمراكز الإسلامية محاولة منهم لفهم الإسلام وأهله. وبطبيعة الحال فإنه كأي المجتمعات التي يحتاج فيها المبتعث وقتا للتعرف عليه، كيف يتعايش المبتعثون مع مثل هذه المجتمعات؟ وكيف ينظر الكندي إلى المبتعث السعودي؟ كيف يتعايشون معهم؟ وما هي صعوبات الاندماج مع المجتمع؟ كل هذا وأكثر سيرويه لنا ضيوفنا في الاستديو، فإلى هناك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين بعد هذا التقرير، حياكم الله ضيوفنا الكرام في الحلقة الخامسة من الحلقات المخصصة عن الحديث مبتعثين كندا. فنبدأ بالأستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. الله يحييك. حياك الله معنا. أستاذ طراد حياك الله، أهلا وسهلا فيك من جديد. حياكم الله جميعا، واستمتعنا جدا في الحلقات الأربعة الماضية، والآن الحلقة الخامسة ستكون مخصصة عن الأمور اللا دراسية أو الغير دراسية عن طراد ومحمد في كندا، عن المعيشة، كيف السكن هناك، وهذا طبعا الأمور الاجتماعية في كندا أو في دول الابتعاث جميعها. هذه أيضا من الأشياء اللي دائما يفكر فيها المبتعث قبل خروج البعثة، كيف سأسكن، كيف سأأكل، كيف أتنقل، كيف يعني كل الحياة هذه، كيف أتماشى وأتعايش مع الأنظمة الكندية مثلا. فكل هذا بنناقشه معكم الآن في الحلقة هذه، فبتكون إن شاء الله حلقة من العيار الثقيل، دسمة جدا. طراد، سكنت مع عائلة، مع سكن خاص، أو جربت كل شيء ولا؟ تقريبا بحكم أني الآن لي 5 سنين تنقلت ما بين سكن عائلة وسكن خاص وشير هاوس، سكن جماعي مع شارك بيت مع مجموعة من الطلبة. جميل. أول سكان المدينة المحليين. حلو. طبعا أول ما طلعت البعثة بديت سكن عائلة، بعدين انتقلت الى سكن مع اخذ جزء من البيت من صاحب البيت. جميل. بعدين طلعت ثاني مره سكنت عند عائله وجلست عندهم 3 سنين. يعني الحمد لله. كم سنه؟ 3 سنين. يعني الحمد لله انا تاريخي مع العوائل الحمد لله موفق الى الان. ممتاز. بفضل من الله. ممتاز. يعني كنت اسكن مع عائله كنديه اصولهم اوروبي ومسلمين. أه. فكان هذا برضه احد الدوافع اللي خلاني دائما اجلس معاهم. هي اللي طولت عندهم 3 سنوات؟ ايوه، اللي درست عندهم 3 سنوات. جميل. طيب بناخذ محمد ثم نرجع عاد بالتفصيل على محمد، ايش الانواع السكن اللي جربتها في كندا؟ اول ما وصلت كندا تقريبا سكنت مع عائله. أيه. من اصول اسيويه، تعبت معهم في البدايه لان كان في عدد البيت مكتظ بالطلاب. سعوديين ولا بشكل عام؟ بشكل في كنا في 13 طالب من مختلف الجنسيات. كم؟ 13. كان البيت في بيت واحد؟ في بيت واحد، البيت فيه 3 ادوار تقريبا. اي تقدر تقول. أنا كنت حتى أنا كنت ساكن في السرداب، وكان جاري واحد مستغلين كل متر مربع تقريبا. إيه، فهذا عيب. كنت توني واصل وكنت أبغى أسكن في أي مكان. طيب بعدها؟ بعد انتقلت العائلة وأصولهم من فيجي، أصول هنود مع زوجته فيتنامية كانوا، فكانت أنا واثنين من السعوديين. بعدها انتقلت إلى مع شباب. بعدين سكن خاص يعني. إيه نعم. وبعدين انتقلت. جربت السكن مع العوائل والسكن الخاص تقريبا. اي، وبعدين اخر بتروح الجامعيه في البدايه، بس في السكن الجامعي بس طلعت ما طولت فيه. ممتاز. جربت السكن الجامعي. ايه. لان التجربه تعتبر مغايره للتجارب اللي. طيب بالنسبه لك اطراد، السكن مع العوائل كيف تقيمها من نظرتك وتجربتك الشخصيه؟ من تجربه شخصيه انا انصح جدا السكن مع العوائل،
بحيث انه يعطيك فرص انك تحتك اكثر، تضطر تستخدم لغتك الانجليزيه، تتعلم من بحيث انهم هم سكان البلد، تتعلم منهم وين يروحوا وين يجوا، برضو فوائد قانونيه يقول لك ايش حقوقك. جميل. يعني في كثير فوائد، لكن كثير ناس عنده مشكله لما يعني مو كل واحد موفق في اختيار العوائل، في كثير ناس يروح يسكن العوائل ويعني يكون سيئة تجي ردة فعل تجي ردة فعل، يكون نزل في عائلة سيئة أو تصير معه مشاكل مع العائلة وبعدها يحكم خلاص أنا ما بسكن عند عوائل. صح. هو صحيح ما في مشاكل تصير، يعني في كثير يعني قصص سيئة بالناس اللي يسكنوا مع عوائل، في المقابل في كثير ناس استفادوا من العائلة أنه صار بينهم وبين العائلة ساكن فيها صداقة. صح. يعني أعرف كثير ناس أنه حتى يستدعوا العائلة ساكن فيها يحضروا الزواجة او في السعوديه يصير استدعاء للسعوديه. يعني لا في كثير قصص زي كذا خاصه لما تطول العلاقه مثل ما طب انت الحين صار لك 3 سنوات، او شيء العائله الاولى ليش تركتها؟ العائله الاولى مجرد انه كان بعيد عن ما احد وخلاص، كان ما كنت مرتاح ان الغرفه الصغيره وما كنت مرتاح معهم كثير، بس انه كعائله يعني كان جدا قلبهم طيب وكانوا جدا حريصين انه يعني كان البيئه. طب هذا انا سواء السكن الاول او السكن الثاني، ايش اللي شفته مفيد في العوائل؟ يعني ذكرت انت الامور القانونيه وكذا اوكي، بس اقصد من ناحيه مثلا هل عاونوك في اللغه الانجليزيه، هل ساعدوك مثلا في ارتياح اكثر من تسكن سكن خاص او امان او اي شيء يعني اخر؟ اول شيء انت قاعد تتعامل مع ناس عايشين في البلد ففيدوك بكل الطرق. اول شيء تحتاج يعني تحتاج شيء صحي، تحتاج مواصلات اذا كانوا يعني اذا، ترى هذه برضو نقطه جدا مهمه، انت كيف تعامل العائله. في بعض الناس يروح يسكن عند عائله يعاملهم انه انا جاي ترى اسكن عندكم بس يعني انا يعني كني مأجل الغرفه حقتكم ما يدخل فيكم. في ناس كذا يتعامل. صح. وفي ناس لا، اذا انت كنت حبيب معاهم تحاول تبني علاقه مع العائله انت ساكن معاها، فرد ايوه يصير في تجاوب، تحس انه خلاص انه انت مو مجرد مستاجر. صح. لا انت فعلا فرد من العائله، لما يصير في يعني لما يصير لما يطلع تطلع وترجع معاهم، تروح تسوي نشاطات مع بعض. جميل. يفيدونك، يعرفوك على اصدقائهم كنديين. جميل. هذه برضه هوايه جدا مهمه. وانت عشت التجربه هذه طبعا الحمد لله 3 سنوات مع العائله هذه، وين الى اي مدى وصلت العلاقه؟ اتوقع علاقه بتكون قويه جدا جدا يعني تواصل. فتح بزنس معهم اتوقع. وصلت لدرجه انه خلاص انه قبل ما نطلع سياره، كان قبل ما اطلع سياره كانوا يعطوني سيارتهم خلاص، يعني كان انا جزء من جزء من العائله. يا سلام. يعني عاد استخدم سياراتهم واروح واجي فيها. طيب داخليا محمد انت سكنت مع عائله صح؟ داخليا اول شيء قبلها تجربتك كيف كانت؟ نفس الطراد يعني انه كان مثلا مريت بتجربه سلبيه ممكن ايجابيه؟ سيئه كانت في الحالتين؟ اي نعم. الاسباب اللي هي لنا الأولى تجمع العائلة الأسيوية أصول أسيوية، تجربة فاشلة 100%. الثاني أهون شوي بس يعني مثل ما تقول ما في فائدة، يعني كان فائدة إن الأب والعائلة كان يسولف أكثر، وكان صح فائدة اكتساب لغة، وكان يسمح لي إني أطبخ، أنا إنسان أحب الطبخ. بس العائلة الأولية الأسيوية ما كانوا يعني تضايق من دخولي للمطبخ، تضايق لأن هي تحكمه في البيت 13 طالب اكيد، واكتشفت انها ما تحب يعني تحب الخصوصيه، قالت لي انت تخرب قدورتي تخرب. فقلت لها لا تخافي يعني انا اخليه زي ما كان. فقالت لي بصريح العباره اذا ما عجبك اكلي ممكن تغادر البيت وهذا. فقلت لها خير بركة. طب العائله الثانيه جايش اللي لاني كان عندهم كلب الله يكرمك. ما تعايشت مع الكلب؟ لا جدا حساسين في الموضوع. لا فالكلب انا عادي يعني ما لي دخل فيه ولا هذا، بس انه يضايقني. وبعدين حتى ان العائله صارت بينهم بين الاب والام خلافات، فدخلوني معهم فخلافات، يعني هو يكون يطلع يسهر برا ما يرجع متاخر سبب حوادث، فالام تجي تشكي لي وهذا يجي يشكي لي، فانا تعبت من تجربه العائله هذه. مصلحه اجتماعي. وكان في 2 شباب كانوا طيبين متعاونين معي جدا. جميل. كانوا ضمنهم وليد دكعيد. ما شاء الله. فكان واحد الشباب معنا كان مسابق في كان رياضي جدا، فكان هذاك حمسني في الرياضه، فكان هو كان مشارك له عده بطولات رياضيه. ما شاء الله. معروف الرجل. طيب. معروف الرجل الحديدي. فكان هو اللي يقول لي اصبر ما اصبر، بس انا قلت له خلاص انا انسان نفذ الصبر. يعني ما في اصلا وصلت خلاص الحمد لله اكتفيت لغه. انا نصيحتي ان الشخص يكون ينزل في البدايه كتاسيس كعائله فتره بسيطه بعدين خلاص يستقل. أيوة. يعني تجربتك ممتازه، اخذنا تجربتين طراد ايجابيه بشكل كبير. هو التوفيق الحمد لله توفق. لا مثل ما قلت انا هذا بقول، لانه يعني سبحان الله الان مثال واقعي، يعني عندنا واحد تجربه سلبيه وتجربه ايجابيه، فهي لا تحكم صح او لا، او اني انصح وما انصح، لا كل واحد تجربته الشخصيه. بشكل عام ممكن يفضل مثل ما قلت طراد انه من يمكن حتى اللغه الانجليزيه من وسائل التقويه فيها انك تكون تنخرط مع السكن في العوائل. طيب هذا السكن مع العوائل، طيب في شيء اشياء داخليه، بعضهم يقول انا استفدت من السكن مع العوائل مثلا اني اغسل ملابسي بنفسي، اني اطبخ بنفسي، اني اعتمد على انظمه
الكنديين نفسهم في العيش، مو السعوديين والكنديين يختلفون. طبعاً جدا تغير بعد ما سكنت مع عائلة، يعني كثير جدا فعلا. بعضهم ما أقطع، بعضهم رجع للسعودية أهله انبسطوا إنه مسكن مع عائلة، يقول صاير ما شاء الله تقوم ترتب فراش كذا، يعني أطباع مثل ما قلت أطباع الحياتية والمعيشية اختلفت جدا. أطراد أنت يعني مثلا العائلة سكنت فيها لمدة 3 سنين. طبعا إحنا كثقافة في يعني ثقافة الشعب السعودي إنه بصفة عامة، ما 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 أعمم، لكن بصفة عامة إنه احنا نوعا ما نعتبر مقارنة بالاوروبيين الامريكان احنا نعتبر ينظرون نظرة احنا شعب كسول. صحيح. واتكالي. نعم. فهذا الشيء كان دائما يقول لي يعني ابو العيلة يعني طراد يو ار فيري ليزي، يعني انت دائما كسول. بس بعد فترة من كثر ما تعايشت معهم جلست فترة غيرت فيني طباع، يعني مثال ما كنت حريص جدا على الرياضة، طبعا ما أدخل في الوزن يعني ما ماني رشيق، بس إن يعني أنا ما كنت حريص على الرياضة كجزء من حياتي، خلاني دائما يعني حتى لو صح إن الوزن مضروب بس إنه أحب أسوي رياضة. سو كل ما يشارك في مسابقات يهون، ما يشارك مرة ثانية من جد يكونوا دافع لي إني أشارك في مسابقات، لازم أفوز طبعا يعني، بس إنه نشارك اسمه نشارك. غير كذا طبعا بحكم إنه مسلمين يعني جزاه الله خير، يعني كان هو يقومني صلاة الفجر، يعني كان يعاملني زي ولاده، يعني هو يعني كان يقول صلاة الفجر وإذا ما صحيت يكب عليه موية عادي، يعني درست ميان وصلت لآخر إنه عادي خلاص، إنه كأني فعلا يعاملني كولده. يا سلام. فهذه أحد الطباع. الثانية اللي الأكل وبعد الأكل وقبل الأكل، يعني إنك ترتب وزي كذا. أيوة هذه برضو يعني هذه أحد الطباع اللي تغيرت، يعني في كثير يعني العمل الجاد، وضع الجهد وتحط إنك يعني تحاول إنك تجتهد دائما، هذه من أكثر الميزات اللي استفدتها من العائلة. أبو العائلة إنسان جدا جدا مجتهد في حياته الشخصية، في حياته العملية، وصرت يعني صار هو يعكس جهده بس مجرد ملاحظة إنه أطلع معه ولا نسوي أي شغلة جوا البيت، صار أشوف كيف هو يعني يخلص في العمل ويجتهد دائما، فهذا انعكس علي. السلام. فهذا من أكثر الميزات اللي أنا استفدتها. جميل جميل. أثناء أنا كنت معه. ممتاز. أنا بأخذ السكن الخاص، يمكن عندكم أيضا سكن مع الطلاب، بس بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين نعود وإياكم مع ضيوفنا، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، حياكم الله طراد ومحمد. قبل ما ننتقل من العوائل، في نظره
وش رايكم فيها؟ كثير من الشباب السعودي يسكن مع العوائل في البدايه خاصه ينظر للعائله الكنديه نظره انه كانها يعني الام او العجوز او صاحبه البيت انها كانها شغاله عنده. هذا واقع وممكن شفنا يعني في بعض دول الابتعاث الاخرى انها يعني هي اللي المفروض انها تغسل، هي المفروض انها تسوي، هي المفروض، مع ان هناك عندهم مبدا لهم مشاركه بكل شيء، حتى الزوج والزوج يشتركون في النفقه، يشتركون بكل حاجه. ففي احد منكم يعطي بس كذا كلمه بسيطه من تجربته الشخصيه اذا عندك طراد او محمد؟ طراد، انا من نظري يعني احترم انهم هم استضافوك وتقبلوك، حتى انت تدفع لهم فلوس هذا ما يعني انك استعبدتهم. يا سلام. يعني انت يعني انت تعطيهم، يعطوك خدمه مقابل مبلغ، ف يعني احترم هذا الشيء. من ينظر يعني من ينظر لهم نظره دنيويه يتدناهم في النظر، يعني هذا مجرد انعكاس لقيمه. يا سلام، انا هذا اقول لك، لا تنسى انك انت بتترك بصمه في العائله هذه، ما هي لن تزول يعني من ذكراهم ان في طالب سعودي سكن عندنا. فانت وانت باخلاقك وهذا تترسخ القيمه الايجابيه او السلبيه عن الطالب صحيح السعودي. صحيح، للاسف الله يهدي بعض الشباب يعني يوصل هناك فيقول يعني خالي المبتعث يتذكر انه رايح لبيئه جديده فلازم يتقبلها صح ويتكيف معها. يا سلام. فاتذكر واحد من الشباب كانت تقول لام العائله اغسل ملابسك، وتغسل ملابسك بس يوم الاحد فتره ثانيه، لان او انك تغسل ملابسك مره في الاسبوع. قال احنا في السعوديه ما نسوي كذا. فكنت انا قلت له ابن الحلال يعني وسع الصدر ولا تكون. فدخل في صدام حاد معها بسبب انه قالت له غسل ملابس. فهو فاهم، قلت له يعني هذول ما يقصدون ان انتقاصا فيك ولا، بس هذا لازم حياتهم طريقتهم يعني صحيح. طيب ننتقل الحين للسكن الخاص والسكن مع في الجامعه. نبدا فيكم محمد، بالنسبه للسكن الجامعي، انت جربت السكن الجامعي يمكن حتى لو فتره بسيطه. بعد ما ذكرنا سكن العوائل وايجابيات السكن الجامعي، وش رايك ايجابياته وسلبياته؟ الشباب الان اللي مثلا يشاهدوننا اللي له نيه في السكن الجامعي، عطنا تجربتك. انا شخص اجتماعي. جميل. هذا يعني ما ادري هو ايجابي او سلبيه. السكن الجامعي انا انصح لاشخاص انطوائيين. هو صحيح ان السكن الجامعي معك جيرانك واصحابك كلهم طلاب، وصحيح انه في انشطه يعني انشطه جباره، بس اني ما توفقت في شخص يشارك غرفه خاصه ولك صاله مشتركه وحمام مشترك. انا جدا حساس من ناحيه الحمام ومن ناحيه الطبخ. أيوه. فكان روميتي من دوله اسيويه، فكان طبخه جدا مزعجني، فكان ما يعني اثنين كنت في غرفه واحده. لا انا في غرفه بس نشترك في الصاله والحمام والمطبخ. ايوه. والغرفه والله كانت صغيره يعني ما يمديك تستغل فيها يعني. مره الطبخ مسوي عندك ازمه كبيره. انا لتشوف مطبخي انا عندي ادوات طبخ زي ادوات الطبخ اللي هنا في السعوديه يعني. ماخذها معك هناك. اي فكان مشكلتي في الطبخ، والساعه 10 في الليل ما اقدر اطبخ باخذ راحتي، وكان الاسيوي ضايقني انه هو ثقافته غير. صح. لازم انام، لازم اقعد. وصحيح بس اكلهم يمكن جدا غير متقبل، وريحته كان ريحته تزعجني. صح. فكنت الاسيوي. اي نعم. كان يطبخ دجاج لونه ازرق يعني شفت والله مسكت راسي يعني شفت دجاج لونه ازرق. فكان هذا من العقبات اللي خلتك تنتقل. اي والله يعني سالت يعني اجواء الجامعيه مثلا، اذا انا تقييم الخاص اذا كان واحد في الدور طفشان يطفش اللي في الدور، اذا كان واحد في الدور فرحان يفرح اللي في الدور. فعلا هذا احنا في الجامعه عندنا واحد سوى اضراب دور كامل. يعني انه كان حاطين لهم الساعه 11 لازم الكل ينام وممنوع التجوال شيء زي كذا. قام هذا قال ليش يعني انا ابغى اطلع بعد 11 نبغى عادي كل شيء يكون موجود. فما ادري ايش سوى اضراب، قفل اسانسير ولا احد قادر يوصل للدور ال11. الدور كان هو السابع ولا الثامن، ولا احد قادر يوصل للدور حقه وما يخلي احد ينزل. جلسوا يومين على هذا الحال. وصل رسالته. اي وصل رسالته. بعدين طبعا غير النظام بس طردوه من السكن. هو سكن الجامعه على فكره دائما يكون مكلف غالي، يعني توفر فيه يعني يقول لك هم مبدأهم ان احنا راح نستغني عن خدمات المواصلات. صح. وانه بيكون اسعاره غاليه شوي مقارنه بالاسعار الخارجيه، هي تعتمد على الشخص. طيب. بس في ناس ما شاء الله اعرفهم من النوع اللي هو انسان يعتمد على نفسه ولا يحب الازعاج وشخصيته قويه ولا ينخرط. انا انسان انخرط مع الاشخاص الاخرين، يعني اذا كان جنبي راعين طلعات بتروح معهم. بروح معهم. فحفظت قلت عشان احفظ نفسي واخر عنهم. تكون حالك افضل. تكون حالي افضل. ممتاز ممتاز. طيب بالنسبه للسكن الخاص طراد، انت سكنت سكن خاص؟ فتره جدا بسيطه 6 شهور. ايوه 6 شهور. 6 شهور والله فتره ما هي طويله يعني. انا اشوف انها جدا بس انه كويس اني جربتها، بس ما انا عني ما ارتحت لها. كنت لحالك ولا مع مشاركه مع شباب؟ لا كنت تماما لحالي. ايوه. طيب اجراءاته خلنا من يعني اللي هو تجربتك، بس اجراءاته هل كانت صعبه سهله؟ اجراءاته لا جدا سهل، مجرد تدور مكان للايجار. ايه. حسب اذا بتاجر تشتري، هذا في ناس يشترون يعني.
لكن دور مكان الإيجار وتروح تكلم صاحب الإعلان. طبعا في عن طريق مواقع إلكترونية للإيجار، في عن طريق أشخاص، في يمكن أحد يمدح لك المكان هذا عن طريق معارف. هل في شروط مثلا معقدة في غالبا ما في؟ اللهم انك لازم يطلب منك اللي هو كفيل او ضامن ولا ما عربون عربون مو ضامن هيستوري، يطلب منك تاريخ اذا كنت انت مأجر من قبل او عندك يعني عندك ايجارات قبل، يطلب منك تاريخها ويطلب منك ارقام اصحاب الاماكن هذه بحيث انه يكلمهم يتاكد ان انت شخص يعني ما سويت خراب في بيتهم او ما يعني ما عندك اي مشاكل معاهم، بحيث انه بس يتاكد ان انت. يطلب الديبوزيت او اللي هو ديبوزيت اللي هو التامين، يطلب تامين. وهذه النقطه يعني جدا مهمه، حتى محمد ذكرها تحت الهواء قاعد يقول انه كثير ناس نضحك عليهم في مساله التامين. يعني يدفع التامين ووقت الخروج يقول لا الجد شقه يبغى لها تجديد، يبغى لها فرش، يبغى له تنظيف، يروح عليه التامين. لكن يعني الواحد يكون حريص يعني يشد معاه شويه ممكن يطلع حقه يعني. يطلع حقه زي السلام عليكم. في ميزه في كندا ان كل ولايه في لها موقع، لها انظمه في الايجارات في السكن، في الواحد يبغى يعرف حقوقه او يعرف سهل. صح الغلط سهل انه يعرف، يعرفها موجوده في المواقع حقه الحكوميه. يا سلام. في كل انواع، حتى يعني في الكهرباء، في السباكه، في عقود الايجار، في السيارات، موضح بشكل واضح، موضح من قبل شركات التامين. وحتى في موقع رسمي المقاطعه في فورم اللي هو نموذج تطبع حماية حقوق المستأجر وحماية حقوق المؤجر. تطبع هو نسخة له ونسخة لك وتتفقوا عليها وتوقعوا، هذا يعتبر مستند. هو العقد اللي بينكم بي. أي العقد اللي بين غير العقد الخاص، إنه مرات تتأجر من شركات إيجار عندهم العقد حقهم، بس عشان تضمن أنت حقوقك. يا سلام. تطبع النموذج هذا وتخلي اللي الشخص اللي يأجر لك يوقع عليه. وأفضل حل يعني المستأجرين، صور المكان قبل ما تخش، بحيث انه اذا قال لك لا هذا خرب ولا هذه بيت تصليح، كل هذه صوره يوم اسكن بالتاريخ، وحط التاريخ والوقت، وري طلع الفرق. اذا كان في فرق اوكي تحمل الخراب، اذا ما في فرق خلاص ما له اي حق. صور المكان فيديو وفوتوغراف. ممتاز. بحيث طيب انه تضمن حقك. ممتاز. طيب السكن الحين يقودنا لسؤال ثاني، ذكرتوا ان السكن في الجامعه غالي والسكن في العوائل يعني اذا كانت تكلفته. ندخل على مساله التكاليف والغلاء المعيشه في كندا. دول الابتعاث متنوعة، في منها الغالي جدا والطلاب المبتعثين دائما يتشكون من غلاءها، وفي دول لا تكون مرتاحين الشباب هناك ومبتعثين يستطيعون بعضهم يوفرون بعد من المكافأة. بالنسبة لكندا كيف المعيشة؟ وأيضا بالنسبة لك محمد، المعيشة كيف كانت؟ هل هي غالية ولا لا؟ والمكافأة اللي من قبل التعليم العالي هل هي كانت كافية؟ في بداية مرحلة التأسيس الواحد دائما يخسر، يعني ما يفهم شروط عقود الجوالات، ما يفهم عقود الاكل، ما اقصد عفوا اقصد انه اللي هو كم اسعار والمكان الرخيص اللي يبيع الصامولي، الجبن، المواد الاساسيه. فالفائده تكسبها من العوائل، العوائل يعلموك وين تلقى الرخيص، وين تلقى العروض. البداية واحد يدفع ولا هو قلة وعي يعني فقط. يعني في كان شباب يتسوق مثلا، عندنا احنا اسواق مفتوحه 24 ساعه، سعرها غير عن الاسواق اللي تفتح نص يوم. وش الأرخص؟ زي سفن أمل الشباب يروحون، في كان واحد من الشباب جاي مع عائلته تقضى تقريبا شهر، تقضى من بقالة جنبنا قريبة في نفس الداون تاون، فكان سعرها دبل برا، فكان يشتكي لما أنا جاي إيه هو مرافق، فمكافأته يعني تكون كافية، فيشتكي فقلت له، فاكتشفت إن السن مقاضيه من أماكن مكلفة وغالية. جميل. فالواحد لازم يحتاط، يعرف وين مكان العروض الرخيصة. وهي بس بشكل عام أنت بالنسبة لك كانت كافية؟ إيه ممتازة، يعني لا لا تنقص ولا تزود. إطراد، المكافأة كيف كانت معك؟ ممتازة، يعتبر كندا بصفة عامة من أفضل الدول فيها موازنة بين المكافأة والمستوى المعيشي في المدينة. ممتاز. تشوف أنها كانت يعني ماشية ممتازة معك. جدا ممتاز. طيب هل استطعت في أشهر من الشهور، في شهر من الشهور أو في يعني فترة معينة توفر من المكافأة؟ تستغلها في مثلا تذاكر طياره او في حاجات ثانيه؟ في بعض الشهور توفر وبعض الشهور زياده عن اللي تحتاج دعم. طيب بعض الشهور توفر بعضها. محمد هل في طرق معينه الواحد يقلل من التكاليف؟ مثل ما قلت تو ان بقالات بعضها انواع وبعد فيها طرق اخرى. كان اتذكر انه صحيح انه وصلت مرحله مثلا في مبتعث ترى يعني يتذكر يمر في مراحل، يعني ما لا يحسب انه كلها رخاء او كلها شده. فاحيانا وراك مرحله تاثيث، احيانا يكون انتقالك الى مدينه اخرى او انتقال تحتاج مصاريف زياده. جميل. فالواحد لازم يحتاط من البدايه. يعني في البدايه كنت انا واجه مثلا في سبب نقلتي من جامعه الى جامعه، نقلت الى حي بعيد عن الحي الثاني، فقررت اني اسكن لحالي. فدائما المشكله في كندا اللي هو الغلاء المواد الغذائيه. يعني اذا كنت لحالك
تتسوق لنفسك لو كان معك روميت او واحد يشاركك السكن او خل مثلا تتسوق نص اغلب الاكل برا يعني طول الوقت اكلهم في مطاعم طب هذه بعضهم يقول من طرق التوفيق انك تطبخ لنفسك مو افضل احنا بالعكس بالضبط هذا الكلام يعني عشان كذا يقول لك هذا متهني لان طول الوقت يطبخ شكله ما شاء الله كل شيء يطبخ المطبخ بس انا ضعيف اجل موفر المكافاه انا ضعيف هذا كله اكل ما شاء الله عطني كان في مثلا طريقه احنا شبابنا احنا خمسه او سته شباب من زوج ومزوج في مكان عندنا سوق الجمله كبير مثل الكوسكو سوق جمله كبير وسعر فيه تقريبا رخيص جدا فيروح شخص واحد يتسوق عن الخمسة أشخاص هذول كلهم وانت قاسمها فوفرنا مبلغ يعني فرق معي تقريبا 300 دولار جميل عن جميل. إذا تسوقت فردي مكلف تسوق جماعي صح. وفرت الحين نتكلم طبعا مو مرة واحدة الواحد يقول مرة واحدة ما تسوى إني أروح جماعي بس أنت قاعد تتكلم عن شيء مستمر واحد بيعيش سنوات فعقلتهم 10 دولار على 10 على 10 ولا 100 و100 أنا عيد وكرر يد واحدة ما تصفق عشان واحدة كان مع سعوديين وإذا كان واحد مع ناس نفس المستوى نفس التفكير نفس الذوق تسهل لك أمور واجد يعني مو خل قضية المدرسة المعيشة تسهل لك توفير مواد غذائية الأساسية تسهل لك عندك إطراد مدمن قهوة ايه فاذا ما احصل لك قهوه وين نيجي يكلمني انا اجيب لك قهوه ممتاز في شيء بالعادات الاجتماعيه احنا الشباب في السعوديه بشكل عام مو بالشباب يعني جميع السعوديين عندهم فكره اللي هو الكرم الموجود يعني اذا راحوا مطعم واحد يباشر عليهم واحد يستغربوا الكنديين هناك تضايق على فكره طيب هناك هل السعوديين ياخذون العادات هذه او هناك بحكم ال 6 شهور السعودي او 6 شهور بينهم يطفر شهرين ثلاثه يعني من الله حق بعدين كل واحد يتحسن ممتعه الجديد يصير مع للحين متمسك بالعادات والقيم بس بعدين بنشوف ان الدولار ثقيل يعني وهذا اذا جاء اخر الشهر مطفر يعني من الله حق وجرب لسعه اخر الشهر ورصيد فاضي بالضبط بالفعل ملاحظ هذا الشباب كثير يقولون هناك تغير العادات يعني حتى مثلا مساله لما يجيك احد طبعا هناك يمكن ذبائح قليله جدا بس اذا جاء احد انك تفرش لا يعني شيء اللي يكفي الطعام الرائع والمناسب يعني الضيافه المبالغه فيها هذه ما هي موجوده طيب بالنسبه لل من وسائل التوفير هل هي يعني مثلا استغناء عن السيارة ممكن نسميه كندا هل تقدر تستطيع العيش بكندا من دون سيارة في المدن الكبيرة أيوه كثير من السعوديين يختلف معي في هذه النقطة كيف كثير من السعوديين يختلفوا في مسألة السيارة يعني السعوديين بصفة عامة يحبوا شيء ضروري إنه يكون عندي سيارة جميل من يعتبر في الأخير رفاهية ما هي ضرورة في بعض المدن في أغلب المدن في كندا أنا ما أعرف أمريكا غير أمريكا لا تحتاج سيارة لا كندا إحنا نتكلم عن كندا كندا في المدن الكبيرة بحكم اني شفت فانكوفر رحت تورنتو رحت مونتريال المدن الكبيره موفر فيها يعني مواصلات بشكل جدا ممتاز وكل مكان جميل المدن الصغيره موجود مواصلات وقويه لكن ممكن تحتاج سياره بحيث في الضروره لكن يعني انا كثير من السعوديين حتى في المدن الكبيره معهم سيارات طب هل هذا كلامك تقصد فيه انه فعلا فيه توفير استغناء عن السيارة طبعا هم المخرجين لدخل المبتعث المواد الغذائية والمواصلات هي والسكن فعلا عفوا صحيح والسكن سكن. هذه الثلاث المخارج الرئيسية صح. لدخل المبتعث المواصلات يعني جدا جدا تقدر توفر فيه بحيث انه تستخدم المواصلات العامة كثير ناس تروح فلوسهم في المواصلات تكاسي ولا يكون مع عنده سيارة يدفع تأمين ويدفع بنزين ويدفع صح. صيانة ضرائب. يعني هذه إيه وغير الضرائب صح. يعني هذا مبلغ كبير لو تقطعه وتحطه في 100 دولار ولا 150 دولار اللي هو تأخذ جميع طيب هل يستطيع السعودي أن يعيش هناك بدون سيارة أنت قلت إنه رفاهية محمد بالنسبة لك أنا أتفق معه في المدن الكبيرة فقط أي. في المدن الصغيرة مثل طراد يعني كان يشبه تشبيه للمشاهد يفهم أي. مثلا الرياض والخارج والدلم شتى محافظات هيك جنب بعض صح أنا كنت في فانكوفر سنتين ساكن في وسط الداون تاون كليتي جنب البيت يعني ما يحتاج سيارة سنتين بدون سيارة انتقلت إلى مدينة يعني برا المدينة المواصلات بالساعة بعد الساعة 6 المغرب توقف المواصلات جميل فبتقضى مقاضي فأنا من سكنت في سكن الجامعة أسني أضحي إني ما أستغنى عن المواصلات بس لاحظت مكلف نفسيتي تعبت إنتاجيتي في الدراسة ضعفت فقلت لا لازم إيه فحصلت سيارة حصلت شقة أرخص بكثير نصف يا سلام فيعني هي يعني صار فيها الموازنة هي مسألة موازنة المدن الصغيرة ممكن تحتاج سيارة هذه ما عليها خلاص يعني تأيد إذا تلومني معي سيارة ولا لا طبعا ما لومك طيب في نقطة أخيرة بس باقي دقيقة واحدة فقط الموضوع نختم فيه اللي هو التوقيت توقيت بين السعودية وكندا كم التوقيت طلعت تقريبا في عندنا توقيت صيفي وشتوي مرات 9 ساعات مرات 11 ساعة 9 ساعات 11 ساعة أي.
تقريبا بين 9 و11 ساعه بين عندنا 12 في الليل يكون هنا 11 صبح. طيب كيف ما تمر فيكم مواقف محرجه او انه بعض المرات واحد يكون توقيته الساعه البيولوجيه في عقله يعني موقت على السعوديه؟ في يعني في المناسبات ولا بحاول اسلم على احد يعني تقعد حوسه تنحاس الدق يكون العيد عندنا جاء والعيد عندهم ما جاء الدق تعيد عليهم يطلع العيد من بكره والعيد عندنا احنا بدا يعني كذا بس لخبطه خفيفه وخاصه يمكن توقع في البدايه ثم بعدها الامور يعني خلاص حتى قضيه الويكند يعني احنا عندنا سبت واحد والاهلنا خميس وجمعه صح فهم خميس جمعه جمعتها في يدقوا عليك انترنت ولا سكايبي ولا هم ينتظرونك جاهز فانت ما ترد عليهم تكون صح يصير العتب الله يعطيكم الصحه والعافيه كلام رائع جدا. الحلقه الجايه باذن الله بنختم معكم في الحديث عن كندا حلقات رائعة جدا جدا. شكر لك أستاذ محمد دبيكل وشكر لك أستاذ طراد بهبري الله يعطيكم الصحة والعافية وشكر أيضا موصول لكم أعزائي المشاهدين مشاهدتنا هذه الحلقات. كونوا معنا في الحلقة القادمة للحديث واستكمال الحديث عن المبتعثين في كندا. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.